في أشهر مقال بالروسية اليوم كتبته إيرينا أكسنيس في ريا نوفوستي تحت عنوان أردوغان لقد لعبها. الانتخابات المحلية في أي بلد لا تجلب انتباه المجتمع الدولي، وهو أمر طبيعي لأن أبعادها ليست كبرى، لكن الانتخابات المحلية في تركيا تدخل ضمن الحالات النادرة. السبب هو هزيمة العدالة والتنمية الحاكم أمام الحزب الجمهوري المعارض الذي فاز بإدارة 35 مدينة منها أنقرة وإسطنبول، فيما حزب أردوغان لم يفز سوى ب24 مدينة. الإعلام والخبراء والحكومات فهموا النتائج وأطلقوا أبعاداً للتطورات القادمة. تركيا تلعب دوراً مهماً في منطقة كبرى وهامة في الكوكب، الشرق الأوسط، البحر الأسود والقوقاز، ولها قدرة التأثير على الأحداث في منطقة هامة في العالم. الضعف ظهر واضحاً لأردوغان، ويتركنا نسمع المجتمع التركي الذي يختار تحديثاً جذرياً للسلطة في البلد، وهو ما يهدد بانعكاسات جانبية وصعبة قد تنتهي بأزمة سياسية داخلية، حرب أهلية، وتغيير جذري للتوجه الجيوسياسي لتركيا. نعرف أن أردوغان يمر منذ فترة بأزمة دعمه من الشعب، يرتكز على المحافظين والمتدينين وعلى سكان الأرياف، ولكنه ليس كذلك لدى سكان المدن الأكثر علمانية من المغتربين والمثقفين. من السنة الماضية احتاج أردوغان لدورة ثانية للفوز بالانتخابات الرئاسية، والآن أصبح وضعه أصعب. في روسيا النظرة إلى أردوغان مختلفة، فنحن معجبون بسلوكه سياسة مستقلة وسيادية لرفضه أن يجثو على ركبتيه للغرب ولتعليمات واشنطن. من جهة أخرى، مرة أو مرتين وجدنا قراراته كأنها غدر، خصوصا حالة نقل مقاتلي أزوف إلى أوكرانيا رغم وعد إطلاقهم في نهاية الحرب فقط. لكن في السنوات الأخيرة كان السؤال حول أن يتخذ بوتين نموذج أردوغان بشأن الانتخابات والتداول السلمي المرن للسلطة، واعتبره البعض بأنه ليس أمراً ناجعاً بل ضرورياً. هناك حيث بوتين حذر، أردوغان يتقدم. موسكو حيث تقرع 10 مرات قبل أن تقرر. أنقرة لا تخاف في إدارتها وتربح. وناقش المقال الجانب الاقتصادي بعمق أكبر. الأمل الذي لم يناور فيه أردوغان أنه لم ينقلب على نفسه، وهو الذي قد يشكل تغيرات تكتونية. الأحداث الحالية في تركيا اختبار لخطر ما تمثله القرارات السهلة في السياسة والإدارة العامة، وهذا يجعل من اللا قرار لدى روسيا وعدم الصرامة مشكلة حقيقية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أروع ما في أردوغان احترام الانتخابات، احترام صناديق الاقتراع، هذا الذي لم يكن في الشرق كله، هذا الذي صعدت المعارضة لتأكيد أن المسار التركي مسار ناضج إلى أبعد حد، وأن الديمقراطية التركية قد تتجاوز إن لم نقل على الأقل في مستويات الديمقراطية الهندية والأمريكية والفرنسية والبريطانية. هكذا يضع الديمقراطيون الآن تجربة أردوغان، احترام صناديق الاقتراع، وقد سقط كل الذين يقولون بأن الإسلاميين لا يعرفون الديمقراطية إلا من أجل إنجاحهم، وآنذاك سيبقون على هذا الأمر. الآن الإسلاميون يحترمون أكثر من باقي التيارات السيادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع،
وهذا قد يؤكد سقوط الأسطورة الأساسية الأولى، خصوصا وأن أردوغان ولي عقدين على الأقل، وهو يرى كأيقونة للحكم السياسي والإسلام السياسي. اليوم الإسلام السياسي هو الذي يعطي الحق لسيادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، ويحترم المعارضة، ويحترم كل خطوة تقودها الديمقراطية وما يقول الشعب. إذن هذه هي المسألة الرئيسة الأولى، إسقاط أسطورة مؤسسة أن الإسلاميين ليسوا أهلا للديمقراطية، واليوم الإسلاميون يقودون صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة بأريحية بدون استخدام للجيش، بل عطلوا الجيش نحو المهام الرئيسة التي لديه في الدفاع من أجل وطنهم، وأيضا من أجل المزيد من الاستقلالية، كي لا يدخل الجيش على خط الانتخابات. إذن أول تأطير واضح للغاية بالنسبة لهذا الوضع، وهو وضع دقيق إلى أبعد حد. إذن مجرد إسقاط هذه الأسطورة المؤسسة للحرب على الإسلام السياسي يكشف أن اليسار لا يحترم باسم النزعات اليسراوية، وأيضا الديمقراطيين الليبراليين في الوطن العربي والشرق كله، وخصوصا أن كل وضعية في الشرق الآن وعبر التجربتين الآن بوتين وأيضا النموذج الصيني، الكل لا يحترم صناديق الاقتراع بشكل مفتوح كحالة تركيا. وتركيا اليوم قد تعطي أثرا واسعا في البحر الأسود، ضرب، وهذا هو المهم، ضرب أي مقولة حول عدم وجود ديمقراطية في القوقاز، نموذج ديمقراطي في القوقاز، في الشرق الأوسط، في البحر الأسود. الآن هناك نموذج التركي الذي يحترم سيادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، وهذا يعتبر تطورا رئيسا بالنسبة للمقدمة الأولى. هناك مقدمة ثانية ومهمة للغاية بالنسبة لحماس. اليوم حماس أعيدت من أن تكون مع مربع داعش والتحالف كما اقترحه تماما الفرنسي، إقحام حماس ضمن التحالف الدولي ضد داعش، إلى حين فصل داعش عن حماس وتحويلها إلى حركة التحرير الوطنية وإلى قبول الانتخابات مع حماس. يعني أن حماس ستقبل ما سيكون في صناديق الاقتراع، يعني أن الشعب وسيادة الشعب عبر صناديق الاقتراع ستحترمه حماس تماما كإسلام سياسي. اليوم كل النظرية التي بنيت ما بعد أوباما وكلينتون الآن تختلف. الأمر لا يتعلق إلا بالذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى مع الإسلام السياسي أو مع غيره. هذا الذي يزكي التجربة أولا في ليبيا، وهناك تأثير كبير جدا من تركيا على غرب ليبيا. السؤال المطروح حول حفتر وليس حول من يقود ليبيا. ليبيا ستنقاد إلى صناديق الاقتراع وباسم الإسلام السياسي وباسم تجربة الغرب الليبي. هذا يجعل من صعوبة التعامل مع النماذج الفردية كحالة السيسي، كحالة حفتر وكباقي الحالات، هذا يكشف إلى أبعد مدى أن هناك مصالحة حقيقية يديرها اليوم أردوغان بين تجربة الإسلاميين على صعيد هذه المنطقة وما بين الديمقراطية. إذن الملاحظة الرئيسة هي هذه. هناك ملاحظة حاسمة للغاية بخصوص الانتخابات تحت ظل الاحتلال، يمكن أن يقع ذلك وأن تكون القيادة منتخبة وتحت ظروف الاحتلال. هذا كله يكشف إلى أبعد مدى أن هناك صعوبة كبيرة للغاية بالنسبة للتأثير العالي المستوى
على وجه التحديد بالنسبة لإعادة تقطير الوضع. هذا كله يعني أن ما خدم به أردوغان حرب طوفان الأقصى أكبر مما يتخيله الجميع. تلك المصالحة التاريخية للإسلام السياسي، وقد نسف كل الدعاية الصهيونية ضده بخصوص رفضه للانتخابات، بخصوص أنه لا سامي، وبخصوص أنه ضد القانون الدولي، وأن هناك مشكلة الأمة لديه. كل هذا نسف نسفا عبر هذه التجربة. كذلك الدفاع لأردوغان عن حماس كحركة تحرر وطني تقبل صناديق الاقتراع، هذا كله أفاد بشكل جيد خلق توازن لحماس على وجه التحديد ما بين دعمها من نظام أوتوقراطي إيراني، وما بين نظام ديمقراطي هو جزء من الناتو. وهكذا فقد خلقت هذه الصورة إشكالا كبيرا في الغرب. حماس الآن لم تعد كالسابق، أولا لنضالها، ثانيا لمجاهديها على الأرض، ثالثا لتضحياتها، ورابعا لأن هناك من سوق بشكل أكبر أن حماس حركة تحرر وطني تتجاوز 7 أكتوبر، وأن هذا الحظ اليوم هو حظ متكامل قوي يجعل من الانتخابات الفلسطينية جزءا رئيسا لا يخيف حماس أو باقي التنظيمات للمقاومة. الأمر يتعلق بخيار الشعب الفلسطيني. وهكذا فإن الصورة الأخرى لحماس وهي تدير القطاع وتدير الدولة الفلسطينية سيكون لها ما بعدها. لا خوف الآن في الأوساط الأمريكية بعد هذه التجربة مع أردوغان وبعد تسويقه لحماس أن يجعل منها محترمة لقرارات الشعب وسيادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع، وهذا الذي نسف الكثير. لذلك فما خدمه أردوغان بخصوص حماس وتحويلها من داعش كما تريد الدعاية الصهيونية إلى حركة تحرر وطني وإلى حركة تحترم صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية للشعب الفلسطيني، هذا كله خدم في نظر بوتين وفي نظر روسيا، بل إن أردوغان يخدم النموذج الآخر، أنه يمكن أن تكون الاستقلالية بشكل واسع للغاية عن الغرب، والديمقراطية بمعايير الغرب نفسه. وهذا الذي أطر بشكل واضح كل المشهد. ولذلك تقول على الأقل هذه الكاتبة بأن أردوغان لعبها ولا يرغب الروس سوى أن يكون النموذج مثل أردوغان كي يكون الانتقال الديمقراطي في روسيا مفتوحا رائعا ويمكن أن تربح المعارضة. لما لا؟ لأن الأمة الروسية تستحق أن تكون على الأقل بنفس هذه القدرة لشعب شرق أوسطي له تأثير في البحر الأسود وفي القوقاز ومن ما يسمى بالمنطقة الأوراسية، ويستطيع أن يفوز بالديمقراطية وتفوز به الديمقراطية ويفوز الإسلام بهذه الديمقراطية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.